يعطيكم العافية الربع، معكم عبد الله من قناة ريد بوكس جيمنج. في فيديو اليوم راح نكمل الحلقة الخامسة من تختيم لعبة مورتل شيل. وصلنا لأباندن تشامبرز أو الغرف المهجورة، فراح نكمل اللعبة ونشوف شنو مخبيت لنا الغرف المهجورة. اوكي لهني وصلنا. ني وين؟ ني الطلعة. اوكي اوكي انفل. اوكي عندي اثنين من المشروم. ريسايت. الريسايت عادة هو الاماكن اللي اخذ منها الاسلحة، بس لازم اواجه بوس اللي هو هندرن كنا او هاردن، ولما اذبحه اخذ منه السلاح اللي قاعد يستخدمه ضدي. خلينا نشوف شلون طريقة لعبه بهالسلاح. والله ما يصير اطق ستارت. لحظة لحظة لحظة. اوبا. شلون طقه؟ لحظة لحظة لحظة. اوكي مشكلة هذي الالعاب لما والله والله ما يصير تعطيني قديم. ماشي ماشي ماشي. ما ادري ليش قاعد يعطيني متاخر اللي هو الانبارابل. يلا يلا ما عليه. كول مور فيش نو. اوكي اوكي يا ساتر ريتش. ساتر. كنا كان تو احسن. اوكي يمكن هذه الحركة. العب معه بتكتيك. العب معك بالتكتيك تعال. you
تعال تعال. طبخك على نار هادية أنا. لا 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 خلاص. يا ساتر. لا 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 طبخني طبخني على نار هادية. كول ذا وورم. لا وين سؤالاتي؟ والله وصلنا لهناك. يلا 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 تعال تعال. والله لو حاشتني كان مودع. والله ما ادري شنو قاعد اطق. تعال يلا يلا
الحين بطلنا السيف هذا، بس السيف هذا ما اتوقع راح يصلح معاي او مع الكاركتر هذا سولمن، لان الاستامنا مالته شويه قليله، فراح ياخذ استامنا وايد من سولمن. زين. اوه دشيت غلط، دشيت غلط. اوكي سيبنا على حين كول داون. تعالوا واحد 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 واحد. ناكلها عشان البويزن. جلمس. بسم الله الرحمن الرحيم. خرعني. شنو هذا؟ اوه هذا اللي بالدمو بويزن. الله ياخذك. كان موجود بالدمو. اوه يطقون بعض. حلو. راح. اوكي. تكفى لا تقولي في احد. The first martyr gave neither blood nor body. No, he gave so much to so much more to preserve our faith. He gave his living memory, all that he know, all that glimpse sealed within eyes. Okay. يتكلم عن السيف العود. Purified discharge winter glass fits inside of maritar blade. بقى يتكلم عن الماريتار بليد نفسه. اوكي زين. الحين في طريقين، في هذا في هذا. الله ياخذك. اوكي ما حاجتني. حلو جين جلمس. في اسمع صوت. تعال بروحك. لا حبيبي ماكو شيء اسمه تعال بروحك. يا الله. اوكي لما يذبحون نفسهم ما اخذ عليهم بوينت او سولز.
لارج بولت. شوفه شوفه اللي متكي هناك. يلا بسم الله. يما ايتم بعد. يا سلام. زين شلون طقاتك انت؟ اوكي السبيننج. اوكي سو سبين. هذا شنو؟ اوكي ايزي انت ايزي. كوينشينج اسيد. اوكي هذا الاسيد راح يزيد طاقة او الضربة مالتي. في واحد هناك. اوكي كيف ذا بريشر. حلو فضينا المنطقة. في الحبيب هذا الحبيب. لازم ما كمل كومبو عليه. حلو انا بس كنت بعرف متى توقيتها. ممتاز. بوس او مو شكله او بوس. هذا بوس كان بالبيت موجود. سكريبت اوف ديفنس. اوكي شو تسوي هذا؟ نيكست باري جرانت هيلث اون سكسس. اوكي هذه تار. اوكي لارج امونت اوف ريزولف. انش رايت سانتوم يا حبيبي نهدى. اوكي انسليفد جريشيا. هذا جريشيا نفس حركاته. اوكي نفس حركاته بس نفس حركاته. حلو ممتاز. يطق لي ورا؟ لا والله. اوكي اوبا يطيح من فوق.
ضبطت معي مرة بس. هاي المرة الثانية. ايش في هذا؟ اوكي 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 يس فيرست تراي يا حبيبي فيرست تراي. فيرست تراي يلا. اوه تشيك بوينت في باب هني. بس خلينا نشوف هذه. سولومن اوفرينج هذه لها شغل بالباري كنا سولومن اوفرينج. تعال تعال. Many died dragging that beast down here. He served as a slave, a guardian, that they would worship unfettered, enshrined in ice. Can you blame them? The perversity of living has always been its ever-changing nature. So, then, would you like another sip? Okay. طور سولومن. ما قاعد استخدم الابيليتي. يعني احس هذه ممتازة. هذه حلوة. هذه ممتازة. هذه لما يطلع الفاوندينج شو اسمه الهاردند يزيد او الانمي يظلون معلقين عشان يمديني اروح اخذ الشل مال سولومن. هذه حلوه. When holding sacred gland Solomon gains 25 maximum health. When not holding ياخذ ريزولف سيجمنت. بس انا ما قاعد اتوهق بالريزولف. ما اعتقد اني قاعد اتوهق بس المفروض انه لعب سولومن على الريزولف يعني. فاتوقع راح اخذ هذه. فاذا باخذ هذه نروح نجيب لنا شويه تار. نكلمها. كانت فوق هذه صح؟ اوكي. I stood before you, dear brother, watching in horror as your lips parted for that poisoned chalice. I followed a path once trod by those who would become sisters and brothers, watching the past and present converge. You did not know I was there. I looked on from another place, waiting to be born. طبعا عشان تفهم القصة الأساسية أو قصة اللعبة حق كل شخصية وكل هذا تبطل كل الأبليتي ملوتهم لأن كل أبليتي قاعد يقول قصة أساسية عنها.
او عن الشخصيه نفسها، ولازم تشوفهم بالترتيب بعد. واو تعبانين على اللور يعني. اوكي اتوقع لهني نختم هذه وهذا المقطع، وان شاء الله المقطع القادم يكون تكمله حق الثلج اللي قدامي. هل هو هذا بس هالمكان ولا في ثلج قدامي؟ سلام.